ازيكم عاملين ايه؟ فيديو النهارده حلو جدا 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 وهيعجبكم بكل المستويات يقدروا يعملوه. استنوني هرجع لكم بكل التفاصيل، بس ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه، لايك وشير الفيديو، سيبوا لي كومنت من الكومنتات كلها بتساعدني، وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. رجعت لكم تاني. النهارده هنشتغل بخامه الحبر بالاقلام على وجه الخصوص. هنتعرف على احجام الاقلام، احسن انواع، وهنبدا نشتغل. دي اقلام يونيبن، دي من احسن انواع الموجوده. في منها تخانات زي ما انتم شايفين كده، كل تخانه بتعمل بيبقى سمك الخط نفسه مختلف عن التاني. كل ما بنعلى بالرقم كل ما القلم بيبقى اتخن، كل ما بنقل بالرقم او رقم القلم نفسه كل ما القلم بيبقى خطه ارفع بكتير. احنا لو هنجيب مثلا ممكن واحد تخين وواحد رفيع، ده الناس مش متخصصه قوي، لكن الناس متخصصه احنا كنا بناخد الماده دي في كليه فنون جميله، ماده اسمها اسس تصميم، ازاي نعمل التفاصيل دي او الملامس اللي احنا هنعملها النهارده مع بعض في الفيديو. دي احجام مختلفه من الاقلام اهو زي ما بوريكم، وهقول لكم هنشتغل بيها ازاي. انا هنا اشتغلت على الورقة دوائر احجام مختلفة، كبير وصغير بالبرجل. انا حبيت التصميم كده، انتم ممكن تستخدموه في اي حاجة تانية، انا بس عشان عايزة اوريكم اكتر من شكل. ممكن برضو ان انتم تجيبوا الورقة وتقسموها مثلا مربعات او كده وتشتغلوا معايا، تجربوا كل ملمس انا هعمله. انا اشتغل هنا وانتوا براحتكم، عايزين تعملوا مربعات، مثلثات، دوائر، مش عايزين تعملوا شكل وتسيبوها عشوائي برضو براحتكم خالص. هبدا اشتغل بقلم قلم. طبعا انا هنا مسرعه الفيديو قوي، لكن انتوا اشتغلوا بالراحه، الموضوع بياخد وقت شويه عشان يطلع مظبوط، لكن النتيجه بتعجبكم ان شاء الله.
كده نبقى خلصنا الفيديو، استنوا الجزء التاني منه، يا رب يكون عجبكم ويكون واضح وسهل بالنسبة لكم. ما تنسوش مش عامل سبسكرايب للقناة، يعمل لايك وشير الفيديو، سيبوا لي كومنت من كومنتات كل بتساعدني، ولو عايزين اي فكرة تانية حطوها لي في الكومنتات، فعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، واشوفكوا فيديوهات تانية كتير ان شاء الله. على خير.